ويا مساء الخير، اليوم غدانا حيكون في هذا المطعم الجميل، بيقدم بوفيه مفتوح 13 نوع من انواع اللحوم المشويه. حنجرب معاكم لحم الغزال والنعام والبريسكت والتندرلوين وغيرها من اللحوم اللي حنشوفها في البوفيه المفتوح، وكمان حنقدم لكم خصم 15%. غدانا حيكون في المطعم البرازيلي براسا دي برازيل الموجود بحي الحمراء وتحديدا على طريق الاندلس. حنصور لكم هذا المكان وحنقدم لكم خصم 15%. وهذا المطعم من الداخل، والجلسات هنا للجميع للأفراد والعوائل. المطعم هنا بيعتمد على نظام البوفيه المفتوح. أول حاجة تتوجه على بوفيه السلطات والمقبلات وتختار الشيء اللي يناسبك. عندنا هنا مجموعة من السلطات والمقبلات زي ما انتم شايفين، تختار الشيء اللي يناسبك. وتلاقوا كمان في بوفيه السلطات والمقبلات نوعين من الشوربة. عندكم هنا شوربة الكراب مع الذرة، وهذه شوربة العدس. وبهذه المنطقة عندنا مجموعة من الأطباق الرئيسية. عندكم هنا الرز مع الدجاج، وهذه كمان الفاصوليا البرازيلية، وعندكم كمان هنا باستا بلحم البقر والبصل، النودلز بالإضافة لدجاج الريسول، وعندكم كمان هنا تشكيلة من أنواع الخضروات، وهذا السمك. وبعد ما تجلس وتختار المقبلات اللي تناسبك، يمروا عليك هنا بأسياخ اللحوم المشوية. وحنجرب الآن لحم النعام. حبيت لحم النعام وحاخذ لي قطعة ثانية. أعطيكم الآن سر هذه القطعة. طبعا زي ما انتم شايفين اللون الأحمر وباللون الأخضر، إذا حطيتها بهذه الطريقة حيوقف وما عاد حيجيك بأسياخ اللحوم، أما إذا حطيتها بهذه الطريقة حيمر عليك كل شوية بأسياخ اللحوم. حطيناه هنا باللون الأخضر وحيمر علينا كل شوية بأسياخ اللحوم. عندنا هنا لحم الغزال. حبيت فكرة المطعم، تجلس في مكانك ويمر عليك ب 13 نوع من أنواع اللحوم. عندنا هنا لحم الغنم. تستمتعوا هنا باللحوم المشوية ولكم كمان خصم 15%. صوروا سناب الجاية وعليكم بالعافية. وجانا هنا سيخ لحم البقر. واو، ثانك يو. وعندنا هنا الدجاج الملفوف مع اللحم المقدد. وهذا سيخ الهامور المشوي. دلعونا آخر دلع، وهذا الروبيان المشوي. ومن الأشياء اللي لازم تجربوها إذا جيتوا مطعم براسة، الأناناس المشوي. تجربة ممتعة كانت اليوم في مطعم براسة، وتتوفر كمان عندهم مجموعة من العروض حرفع لكم تفاصيلها في سناب الجاية. وما ننسى كمان الخصم اللي حنقدم لكم، هو خصم 15%، علما بأنه العروض غير مشمولة في الخصم.